ملي كدوز للدوزيام تور وكتبغي دير خاصك تكون عندك واحد الاراده وتكون عندك امكانيات وتكون ثقه في النفس، لان الكره المغربيه حنا راه ثقه في النفس كاينه. بحال دابا المغرب راك شي يلعب في روسيا وشتا كنا عاد كان عندنا فريق اللي خدنا نمشيو للدوزيام تور، ولكن بور لو مومون دابا حنا كنقلبوا على الدوزيام تور. حنا بغينا المغاربه يمشيو اكثر من الدوزيام تور، ولكن حنا كنتسناو والمغاربه كتسنى. بحال بحال دابا المغرب في كوب دافريك، علاش ما نديوهاش؟ ديناها في 76 وعلاش ما بقيناش؟ لعبنا فينال مع السيد زكي في 2004، ولكن حنا ما هذو تيبقى لنا ديما هاد العقده عندنا، وخصنا نعرفوا بان لوبجيكتيف ديالنا بعدا هو في ليكيب ناسيونال، هو لي ماتش تلعبهم تربحهم تمثل البلاد وتتقلب على لي ريزولتا. لي ريزولتا كيجوا بالثقه بالنفس. بهذا حنا لعبنا بالثقه باسكو عندنا فريق، ولكن فريقنا راه كوناه هنا دابا يلاه كيتكون. حنا راه الفريق ديالنا كان من 82 حتى 86 87 هو كيلعب دوز افريك دو كوب دافريك لعبناهم، لعبنا دي جولامبيك، لعبنا بزاف د الحوايج لعبناهم عاد وصلنا. اييه تقريبا بزاف 12 عام. دابا ملي كتقول الفريق المغربي في 86 في 83 81 غتقول ما كنتش انا غيكون عبد السلام، ما كاينش انا كاين حسن نادين، ما كنتش انا غادي يكون خويا مصطفى. الا قلتي ما كاينش الظلمي راه كاين امر الله، ما كاينش امر الله كاين تيمومي، خليفه ما كاينش كاين حضريوي. هذا هو لوبجيكتيف، وكنتمنى من الله بيان سور. هذا هو اللي بغينا الكره المغربيه، هو الناس تولي تعرف الفريق، ماشي راه الوليد عنده واحد لابوسيبيتي باش يخدم على فريق بالعمل ديالو بالخدمه ديالو، ولكن خص المغاربه يقنعوا تنعرفوا بان هذا الفريق راه هو اللي كاين، هما هاد اللعابه اللي كاين بالمغاربه ديال هنا والمغاربه ديال هنا. باسكو راه حنا الحمد لله كاين دابا الكوريا الحمد لله في المغرب، وكاين حتى في قطر وهذا، وتنتمنى الله هذا لا كوب دي مون تيبقى ديما هذا من ليستوار اللي حنا عشناها وديما كنهضروا عليها، ولا عندك عشناها شي حاجه كبيره شهرين ولا شهر ونص وحنا تنخدموا وكنخدموا وكنتمرنوا والحمد لله، ولكن كانت الامكانيات لا لسا بيان سور لسا انا تنطلع شي شهر ونص دوزنا تولوا المكسيك تخلعوا تقولوا هادو ما بغاوش جاوا بكري هادو وجينا بكري حنا جينا حنا لواحد المركب وجلسنا فيه وتعرفنا مع الناس ديال المكسيك ولكن جينا بكري. ولكن عندك الحق نقدروا نقولوا الالمان جاوا كيجيو كيلعبوا كياخذوا الطياره كيمشيو للكونسنتراسيون ديالهم فين كاينين. حنا كنبقاو حنا في مونتيري بقينا فيه تقريبا ثلاثه ديال الماتشات لعبنا فيه، يلا ماتش لعبنا في غوادالاخر كيفي دوزنا، ولكن الحمد لله كانت الامكانيات ديالنا كانوا الدراري مزيانين، كان فريق عنده المدرب، كنا لا عندك باغي نوصلوا شي حاجه لوبجيكتيف، لانه وصلنا لواحد اللعابه اللي بين 28 29 الا جيت تشوف حنا كانوا تقريبا لي جاج ديالنا مقاربين، راك شتي ما كاينش زعما اللي كبير فينا بزاف كاع، ولكن الدراري كانت عندهم واحد الاكسبيريونس في المغرب، لان هاد اللعابه اللي هضرت عليهم انا لعبوا في المغرب ولعبوا في المغرب هنا في الشامبيونات ديالنا كانوا كبار. نشوفوا لي فار كان فيها تيمومي خيري عبد السلام حضري كانوا دراري واعرين فاضل هدامو عرفت كيف الفريق ديالو كحسينه كان عنده كتمشي للرجاء كتلقى حتى هي اللعابه فيها الظلمي فيها حداوي هذا كتمشي لاي اخرى تلقى البياز مشي تقنيت كتلقى بوحياوي فاضل كتلقى خليفه كتلقى جمال كتلقى بوساتي عرفت كيف كان الفرق المغربيه كان عندها واحد البطوله كبيره. وانا كنظن هذيك عاوناتنا في ليكيب ناسيونال. لافون سونتر واخا ما تيماركيش قال لك كون تي مارك با كتعطي ولا كتقلب، حيت هذه العمل ديالي انا، العمل ديالي هو هذا، لان خدمتي في ليكسبيريونس ديالي واخا ما ماركيش انا كنكون بعدا او موان في هذيك لافاز كاين فيها. ادور هذيك لافاز ديال البيت ما ماركيتوش باغي نماركي نقول لك صراحه ما نكذبش عليك، لان نسالي لا كارير ديالي بواحد دوزيام تور ونلعب والماركي بيت ديال في الحياه ديالي في كاس العالم سيتي لوبجيكتيف. كيفاش علي ما نقولكش بان ما باغيش الماركي، باغي الماركي، ولكن الحمد لله كانت كل كره تدوز هنا، كاينه كره عطيتها هنا، كاينه كره ما كنتش فيها في الاخر ديالها، هذيك جات في الاخر ديالها راه كانت ما بيان سور حيت زوينه حلاوتها شنو هي 10 ديال مسينا 10 ديال المرات الكره، الا مشينا حسبتيها غتلقى شي 12 مسيناها من الوراء تيقول لك من اللور وغادي حنا هنا دورنا لهيه جبنا هنا زعما كاع اللعابه يمكن بريسك واقيلا توشاو الكره غير تتبقى لك الكره الاخرى هي قال لك هي لاباس يعطيها شكون اللي تعطيها تيمومي عنده لو جو عنده البيغوش الواعره ديالو اظن مي كيهز عينيه وكيشوفك انا حنا حضرنا بعينينا غير هز عينيه شافني انا زايد غادي صافي زعما ما نقدش ما تجينيش الكره لان كاينه بحال قلتي سور ميجور
لان لاباس ديالو سي سور ميزور. الا عطاها لي الور ما نماركيهاش، عطاها لي هو القدام، عطاها لي انا خصني ندير خدمتي بان كونترول، نكونتري الكره ديالي ونضربها باليمنيه. سو ديك مون كونترول باليمنيه ما هي تحطات الجول تنشوف فيه، لان بليس مون خدمتي الجول جاي عندي، مي جاي هو عندي ناعس بحال بغى يتلاح، انا عطيتها ليه جهه اخرى. اش كيف هاد البيت سي ان ترافاي يا مون بلي اللي كيبين لك شنو الفريق، لو كوليكتيف في الكره راه مهم. غتشوف فرق دابا في الكره كيقول لك راه ما تيلعبوش مزيان بيناتهم حيت ما كاينش الكوليكتيف. حنا لا شدا خليفه في لا دروات ولا الدولمي غادي يعطي لي سور لو كوتي، انا بعدا غادي جا عارف راسي غنمشي لو كوتي. والبيت اللي ماركينا ديال خيري لعقلتي راه خليفه عطاها لنا، ما تكون باقي سميتو الله يرحمه الدولمي، عطاها الخليفه سور لو كوتي، وانا جيت لعندو ردها ليا، عطاها ليا رديتها ليه سنتراها جا خيري ضربها. سي لو ترافاي كي زعما تبان لك بان كاين هذا الكوليكتيف. والكوليكتيف في الكره كتعرفوا راه هو تقريبا واحد 80%، لان كتعرفني ونعرفك، حنا كنتعرفوا بحال دابا هذا الوقت اللي تنهضروا عليه ليكيب ناسيونال قال لك بالفرنساوي على غوشيغ، تتقلب على راسها، الا قلبات على راسها خاصها دير الكوليكتيف. دابا وليد خصو يقلب على هذا الكوليكتيف، حنا كان عندنا الكوليكتيف، علاش؟ لان الدراري معروفين بلاد مشي دورمي، لا دار لك بتي بون وخرج كره خصك تخرج تاخذ الكره ديالك، تيمومي خصك غادي يعطيك باس بعيد من اللي خصك تعرف، خصك تمشي للكولوار ديالك تعرفو. المريس كذلك خاص تخلي ليه دخل، انت خليه يدخل للكولوار ديالو عمل اللي الزكي كنعرفوه، شد الكره بيديه تيشوف فيا انا راني اللي تيشدها لي تيشد يعطيها بيديه، تعرفني راه كاين راه موجود، انا خصني يعطيها ليا لان انا تنحل المشاكل. هذو هاد الكره المغربيه راه عندها ليستوار ديالها، ما كنتكلموش عليها بزاف، ولكن الا جينا نشوفوا في الدروس ديالنا في الكره المغربيه، الا شفنا هذا الفريق ديال 10 سنين راه كاين ان ترافاي ديال اللعابه ديال الفريق ديال البطوله. وكنحترم المدربين اللي كانوا عند الفرق، ما يكذبش عليك يقول لك كنقولوا فريق، ولكن راه كانوا مدربين عند الفرق المغربيه، كان بليند الله يرحمه، كان سي خلفي، كان سي بطاش، كان سي تيباري، كانوا بزاف المدربين اللي عاونوا الكره المغربيه توصلات لهاد دابا اللي وصلنا ليها. بعض المرات كنساو، بعض المرات حنا بعض المرات كنقولوا عادي ما لو ريزولتا، ولكن راه كاين هذا العمل، كاين فيه ناس اللي كانوا فيه الله يرحمهم، سي باموس اللي كان بريزيدون معنا الله يرحمه، هذا الجنرال حتى هو كيفي هاد الناس هادو حتى هما ساهموا. هذور تنقول لكم ديما دابا هضرت عليه، سي حاجه اللي كتبقى في الذاكره، اولا ما ماتش الحمد لله، باقي عندنا لي جيماج كنشوفوهم، واللعابه اللي عندك اللي عطاو راه عطاو، خاف كنقول دخلوا في ليستوار ديالهم، والحمد لله كاين اللي دابا راه في اوتور مغربيه راه خدامه في فرق، كاين الناس اللي مساكن راه تيعاملوا حتى هما، والحمد لله هادشي اللي بغيت نقول لك في النطاق ديال كوب دي موند.